النهارده بنحتفل بذكرى انتصارات اكتوبر العظيم، ويعني بقى نفضل نحكي للصبح عن انتصارات اكتوبر. النهارده هنقدم مجموعه من الاغاني الوطنيه والعاطفيه ايضا، ولكن الاغاني الوطنيه اللي هي احنا كلنا حبيناها وعشقناها في وقت السبعينات، والاغاني اللي اتعملت خصيصا لنصر اكتوبر. اتمنى ان شاء الله انها تعجب كل الجمهور. والله انا يعني وانا طفل صغير كده كان النصر بالنسبه لي دي حاجه مفرحه جدا، وكنت شايف وجوه الناس اللي بشاشه والابتسامه، ويعني بقيت اسال يعني والدي واسال اخويا الكبير يقول لي مصر انتصرت على اسرائيل، والموضوع ده كان بالنسبه لنا من اصغر طفل لاكبر واحد كان بالنسبه لنا امل، وخاصه بعد نكسه 67. فالحمد لله دائما ابدا مصر في انتصارات، واللي جاي ان شاء الله انتصارات على طول احسن واحسن واحسن، انتصارات في التقدم وانتصارات في التقدم الاقتصادي والاجتماعي وكل المشروعات اللي بتتعمل النهارده في البلد ان شاء الله نشوفها ونشوف نتائجها ونشوف مصر دايما رائدة وقائدة في الوطن العربي، وإن شاء الله تبقى في العالم كله الدولة الأولى إن شاء الله. احتفالية كبيرة جدا ومبهجة جدا ومشرفة قوي قوي، وعدد الجمهور وكم الجمهور بصراحة يعني مشرف جدا وجميلة، حفلة جميلة. يا رب بس تستمتعوا ان شاء الله بينا وبالاغاني اللي هنقدمها لكم النهاردة بإذن الله ان شاء الله. والله بنقدم حاجة وطنية طبعا، لان الاغاني الوطنية في مناسبة زي دي يعني اكيد الناس بتبقى حباها ومنتظراها وعايزة تسمعها، وبعد كده بنقدم برضو بقى الاغاني الترابية الجميلة يعني بتاعتنا. كل الاجيال الجديدة لازم تعرف ولازم تحس قد ايه ان مصر عانت فترة كبيرة جدا لحد ما وصلت للانتصار بتاع اكتوبر، وقد ايه فعلا فقدنا شهداء كتير وفقدنا ابطال كتير جدا لحد ما وصلنا للنصر ووصلنا للحرية فعلا اللي مصر فيها حاليا الحمد لله. النادي الاهلي يعني كمؤسسه عريقه بتحتفل بمناسبه تاريخيه زي دي ومناسبه مهمه لمصر، ده يبقى شيء يبسط جماهير النادي الاهلي جدا واعضاء النادي نفسهم كمان، من يعني شيء يبسطهم كلهم يعني. Thank you.
طبعا اكيد بيبقى اختيارات الاغاني لازم تكون محدده قوي، ما يمنعش ان يكون في زمن طبعا اغاني من الزمن الجميل، بس اكيد طبعا يعني عشان الايفنت بتاع النهارده دي حاجه مهمه جدا، فطبعا حاجه شرف لي ان انا اشارك فيه بصراحه. احتفاليه مهمه جدا، الوطن العربي كله لازم يحتفل بيها، لان يعني اكيد طبعا دي حاجه مهمه، ولو ما احتفلناش بيها يبقى احنا مش فخورين بالاحتفال الجميل ده. وطبعا ان النادي الاهلي يكون بيشارك في حاجه زي دي فدي حاجه في حد ذاتها مشرفه جدا. احتفاليه بسيطه والله، الواحد مبسوط طبعا، الناس موجوده في الجنينه والجو لطيف النهارده والنادي مليان، فعاملين حفله بسيطه كده برضو تذكره للناس باحتفالات اكتوبر. الناس مبسوطه والجو لطيف جدا يعني. كنت ساعتها انا عندي كان حوالي 8 سنين ولا 9 سنين فلسه كنت صغير، بس ساعتك فمش مفيش ذكريات مباشره، انما طبعا بنتشرف من الاسره. طبعا كان في ضباط في القوات المسلحه، فالواحد فاكر اياميها كان الاجواء بتبقى عامله ازاي جوه مصر. طبعا هو نصر اكتوبر ده بالنسبه لنا كان شيء مشرف، وانا شخصيا من الناس المحبين للزعيم انور السادات، طبعا كان شخصيه عبقريه، انتصار كبير، وانا من الناس اللي مؤمنه دايما بان العنصر المصري احنا اقوى عنصر بصري موجود في العالم يعني، بالنسبه لي انا شخصيا يعني، بس ناخد الاعداد المناسب هتطلع مننا احسن حاجه يعني. فنتمنى ان احنا الروح دي تفضل مكمله بالنسبه لاولادنا، وانهم يتعلموا منها حاجه ويعرفوا ان مصر يقدر يعمل اي حاجه في اي وقت. ذكرى انتصار طبعا، تضحيات كبيره، ما كناش نبقى هنا النهارده لو ما كانش الناس دي عملت كده في 73. كلها خطوات بتبني في مستقبل كل الناس، اثرت فينا احنا بشكل جذري طبعا. احنا حتى مجموعه اصدقاء قاعدين دلوقتي بنتكلم وندردش عن ذكريات النادي، احنا في النادي هنا من سنه، انا شخصيا في النادي هنا من سنه 75 ولا حاجه، فلينا ذكريات قديمه في الجناين هنا في النادي، لان كنا بنقعد قعدتنا برده كانت موجوده من الزمن ده والزمن ده، بنقارن برده الدنيا وبنستعيد ذكرياتنا. هو ده النادي، هو النادي المفروض يكون ايه غير ملتقى اجتماعي الناس بتجتمع فيه. لو هو مش رياضه بالنسبه لنا، احنا كنا بنلعب رياضه،
فيعني كنا بنخلص رياضتنا، وكان بالنسبه لنا برضو الاجواء بتاعت الجنينه موجوده مع اصحابنا قاعدين في شكل ودي وشكل جميل من غير ما يكون في صراعات ولا حساسيات ولا كلام من ده. وده النادي الاهلي بالنسبه لنا احنا كبيتنا، لان احنا اتربينا هنا. كان عندي تقريبا 6 سنين ذكريات، كنا في رمضان وكنا بنفطر، وتاني يوم قال لك ايه حرب ومش عارف ايه وعبرنا وبتاع، ذكريات خطيره يعني. انا والدي كان في الجيش في القوات المسلحه، وفاكر ما انتظرناه المفروض كان يجي ما جاش، قعد بتاع شهر كده مش ما بيجيش وقلقانين عليه ومش عارف ايه، وبعدين الناس بتتابع البي بي سي ونتابع الراديو ونتابع مش عارف ايه وقلقانين بقى وبتاع، وبعدين سمعنا الانتصارات بقى ومش عارف ايه. كانش في زمان بقى القنوات التلفزيون الفضائيات وبتاع، لا كان كنا متابع القناه الاولى بس والراديو ومش عارف ايه، والناس بعد 10 ايام ابتدينا ايه الناس تبدا تيجي تنزل ومش عارف ايه. لا كانت ذكريات قلق وفرح وكذا يعني، حاجات ممزوجه ببعضها. انا كنت لسه صغير، كان عندي تقريبا 6 سنين، فلا كنت بحس بقى كنت فرحان جدا. اول خدنا اجازه بيني وبينك ما رحناش المدرسه وبتاع وكلام ده، بس كان فرح الناس، وببص على اهلي واخواتي وقرايبنا وبتاع، كان حاجه يعني خطيره يعني. النادي ده بيتنا تاني، وحبيت اشوف كده اللي بيحصل في الاشتراك في الحفله اللي عاملينها دي، فبص قلت اشارك انا اشوف القصه ايه. انا فاكره ان بابا وماما كانوا صايمين، وان اول ما اعلنوا ده كان في الراديو قعدوا يسقفوا ويتنططوا وعبرنا والحمد لله، ففعلا محفوره في فكري لحد دلوقتي. انا فرحت، لكن انا ما كنتش افهم يعني ايه حرب، بس انا فرحت والحمد لله. كبرت ودلوقتي كل ما بيجي 6 اكتوبر افتكر شكلهم وشكل الناس في الشارع، وكانت فعلا وقت حلو. وان شاء الله دايما انا يعني يقينا كده انه احنا ان شاء الله في حرب اشد من حرب اكتوبر، وان شاء الله هنعديها. كل سنه انا باجي احضر احتفالات اكتوبر، وحتى لو اليوم السنه اللي ما بقدرش اجي بشوفها من بيتي الصواريخ وكده وفي التلفزيون طبعا. اعضاء النادي الاهلي محتفلين بذكرى 6 اكتوبر، وفي النهارده ان شاء الله احتفال. بنشكر مجلس الاداره برئاسه المهندس محمود طاهر ان هو عمل لنا الحفل الجميل ده، واحنا بنتمتع جدا بصوت المطرب محمود درويش. وطبعا الفضل يرجع لبلدنا طبعا الجميله والنادينا العظيم. انا مبسوطه النهارده لان محمود درويش هيغني، وهيغني الاناشيد بتاعه اكتوبر، وانا حضرت يعني الانتصار بس كنت صغيرين عن كده يعني، واتمنى ان دايما ننتصر. انا ايام اكتوبر كنا في الكويت، وايامها كنا فرحانين جدا وكنا متعايشين مع الحدث قوي يعني. الواحد هو بعيد عن بلده بيبقى متعايش قوي مع الحدث، وكنا متأثرين جدا، وكلنا كنا بنتقابل في البيوت مع بعض وبنقعد وبنتكلم وعايشين لحظه بلحظه، وكانت فرحه كبيره طبعا. وربنا يخلي لنا الجيش المصري ويقويهم، وان شاء الله نبقى احسن ونتقدم ويخلي لنا السيسي وبلدنا تبقى احسن واحسن. هاي الهوى يا حبيبي، هاي الهوى.
خدتني من ايدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر غنينا وسهرنا وحكينا وفي عز الكلام سكت الكلام كان في لنا ناس في الضباط كبار في الحرب. بقينا يعني اول لما قالوا لنا ان في حرب وعدينا انت ما عندكش فكره عن الفرحه اللي احنا كنا فيها. بقينا ننتهي ونقول يا رب يا رب انصرنا يا رب، لان دي بلدنا وعايزينها تبقى دايما في العالي يعني. بس انا بقول للناس اللي موجودين دلوقتي، يا ناس حلمكم علينا شويه. البلد عايزه ناس تشتغل، والبلد عاوزه ناس يبقى قلبها على البلد، واحنا كشعب لازم نساعد مهما شفنا ومهما حصل في البلد ومهما الدنيا غليت، لازم نبقى ايه نساعد. احنا لو حطينا حزمه زي ما كان بيقول هنحزم على بطننا علشان نقدر نقوم، لا احنا عايزين نبقى سوريا ولا احنا عايزين نبقى عراق ولا احنا عايزين نبقى ليبيا ولا تونس، احنا عايزين نبقى مصر وهنفضل مصر. احكي لك ايه ولا ايه ولا ايه. اولا انا كنت في هذا توقيت ملازم اول سلاح الدفاع الجوي وبمعدات جديدة، وكنا محتلين على الكباري منطقة سرابيوم ومنطقة الدبرسوار، وكنا مأمنين الكباري تأمين كويس قوي، وما فيش ولا طيارة قدرت تهوب ناحية المعابر لغاية ما القوات عبرت. ويوم 13 ليلة 13 اللي هو تطوير الهجوم عدينا، وكنت مع فرقة مدرعة وطورنا الهجوم شرق القناة لغاية ما حصلت الثغرة. رجعنا تاني شرق القناة وأمننا القوات شرق القناة لغاية ما حصل إيقاف ضرب النار وحصل فصل القوات، والحمد لله وفقنا يعني. كنت ساعتها يعني كنت في الكلية، فكان حدث الساعة 2:30 سمعت خبر ايه ان جنودنا البواسل عدوا خط بالريف، ودي كانت حاجة مفاجأة كبيرة قوي ان هم ازاي قدروا يعدوا خط بالريف على رغم الصعوبات. وكنا بنسمع ان هو ده عاوز قنبلة ذرية وعاوز يعني كان في صعوبات كبيرة قوي، ولكن الحمد لله بصينا لقينا ايه الجنود عدوا خط بالريف وراحوا الضفة الشرقية وحاربوا الجنود الاسرائيليين ويعني وكان طبعا اثروهم. كان حاجه بسم الله ما شاء الله ممتازه، الناس كلها كانت فرحانه. الناس كانت عايشه في كابت من 67 لحد 73، الناس كانت عايشه في كابت وعايزين امتى احنا امتى يوم الخلاص يجي، وكان عايزين ايه يعني كل احنا عايشين في استنزاف 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 لحد ما ربنا اكرمنا ويوم 10 من رمضان عدوا هم صايمين. يعني كانت بسم الله ما شاء الله كانت حاجه كده بتوفيق من ربنا وعدوا، وطبعا والقاده العسكريين يعني كل المصريين يعني بقوا مش سايعاهم الفرحه، فرحه لما السادات قال ان احنا عبرنا خط بارليف وقهرنا الجماعه دول اللي قعدوا يتغنوا بخط بارليف وكلام دول. طبعا لغينا كل ده، العسكري المصري او الانسان المصري القوي اللي هو مليان حماس ومليان امل جدد لنا كل الحاجات دي ورفع معنوياتنا وخلى معنوياتنا في عنان السماء. اتباع الشجر سفر حبيب الهجر، اتباع الشجر سفر حبيب الهجر، يا حبيبي اثنك عود في كفك يا سفر، يا حبيبي اثنك عود في كفك يا سفر في كفك.
اكتوبر ديت بالنسبه لنا كلنا كانت انتصار عظيم وفرحه عظيمه، لان احنا استردينا ارضنا وشرفنا اللي راح في 67، وتحملنا مجهود حربي ومشق كتير وعانينا كتير، وكان حلمنا ان احنا نرجع ارضنا، والحمد لله ربنا كرمنا ورجعنا ارضنا سينا، وده كان اكبر نصر لاننا كلنا ايمان بالله الحمد لله. ده نادي القرن ونادي عظيم وله بصمه في كل مناسبه قوميه. نادي الاهلي ده يعني يعتبر نادي القرن وهو زعيم الكوره في مصر. النادي الاهلي بصراحه في اي موقف واي مناسبه مع البلد لازم يشارك فيها وبيشارك اعضائه فيها، وعلى طول بيقدم انشطه يخدم بها الاعضاء. ده مش جديد عن النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي بصفه خاصه نادي القرن زي ما بيقولوا، ونادي عظيم جدا، يعني بيمثل حاجه كبيره في الوطن العربي مش ويمكن في العالم كمان. ان شاء الله ربنا يسهل طبعا بالنسبه للنادي الاهلي بصفه خاصه، ربنا يكرمه طبعا. احنا دخلنا الموضوع لان برضو الاحتفاليه هنا طبعا ده حاجه جميله جدا، طبعا بتحس الناس بالناس اكتوبر، وتحس الناس على الاقل الاطفال الصغيره اولادنا اولاد ولادنا يحسوا ان في حاجه كتاريخ، تاريخ قديم ليه فخر، وانت تتعلمه ازاي يعني ايه جيش، يعني ايه يعني ايه وطن، يعني ايه حب، يعني ايه تضحيه. شهدائنا رحمه الله على الجميع من ايام حرب اكتوبر واستنزاف وما شابه ذلك، حتى الان سعداء جدا بيهم، ربنا يجعلهم من اهل الجنه ان شاء الله ويحقنا بيهم على الايمان الكامل يا رب العالمين. انا ليا ذكرى خاصه يمكن مع حرب اكتوبر، وان انا خالي كان شهيد طيار استشهد يوم 22 اكتوبر، يمكن في اواخر حرب اكتوبر في حرب المنصوره، وكان خد نجمه الشرف ونجمه سينا. كان هو كان من الناس اللي قامت عليهم القوات الجويه بعد حرب 67، هو الشهيد طيار فاروق حماده. فانا بفتكره طبعا على طول، ان هو كان يعني شخصيه انا افتخر ان هو كان خالي. ولما بتيجي حرب اكتوبر بحس قد ايه يعني ان عندنا، بفخور ان انا في حد من العيله عندي ضحى عشان احنا نسترد قطعه غاليه زي سينا. احنا جيل حضرنا الحرب، ان في اجيال ما تعرفش فيشوف الذكريات ده هي، ويحس ان البلد في حالة فرح بمناسبة حفلة زي كده أو حاجة زي كده، حاجة كويسة طبعا. يعني الحقيقة ده تطور كبير جدا في النادي الأهلي وفي الخدمات اللي بيقدمها النادي الأهلي، سواء على المستوى الرياضي أو الثقافي أو الاجتماعي. خلاص فالمستوى الاجتماعي طبعا حصل تطور كبير جدا في النادي، في المنشآت بتاعته وفي الأنشطة اللي بتحصل هنا جوه النادي. والجديد لأول مرة نشوف إن في احتفال وإحياء لذكرى حرب أكتوبر لأول مرة جوه النادي. خلاص طبعا ده بيفرق جدا بالنسبة للأجيال الجديدة اللي ما عاصرتش الحرب دي ولا شافتها. منهم الجيل بتاعي خلاص والاجيال الصغيره، كون ان هم يحسوا باحياء الذكرى ديت ويبداوا يسالوا يعرفوا ايه حرب اكتوبر دي، ايه اللي حصل فيها، ازاي تحول الهزيمه الى نصر بعد كده، ايه هي عوامل النصر ديت، قوه الاراده بتاعت الشعب المصري، تكاتف الشعب المصري كله اللي ادى للنصر زي حرب اكتوبر كده. دي حاجه مهمه جدا ودي فرصه كويسه جدا جدا النادي الاهلي قدر يستغلها، فرق الاداره بتاعت النادي قدرت تستغلها عشان تطلع منها احسن ما احسن ما في الدروس مستفاده من الحرب ديت للاجيال الجديده تقدر تستفيد منها. اتباع اولاد الشجر سفر حبيبي وهجر يا حبيبي.